يحل يوفنتوس الليلة ضيفا ثقيلا على بولونيا في افتتاح مباراة الجولة 26 من الدوري الإيطالي، ويأمل اليوفي في تعزيز صدارته للمسابقة بعد أن تربى عليها في الجولة الماضية بفوز الثمينة على مطارده المباشر نابولي بهدف نظيف. كما تسعى كتيبة البيانكونيري إلى مواصلة رقمها القياسي بعدد مرات الفوز المتتالية وتحقيق الانتصار 16 على التوالي في الكالتشيو.